في قطاع التعليم استحدثت مجموعة من الشباب مشروعا جديدا لتلقين اللغات أطلق عليه اسم لينغوا كورنر. المشروع هو عبارة عن فضاء لغوي متنقل يقوم على طريقة تعلم عصرية بحيث تمكن للطالب من تعلم مختلف اللغات من خلال المشاركة في ورشات تسمح له باختيار المواضيع. كما يستفيد الطالب خلال هذا المسار التعليمي من حصص التنمية البشرية وكيفية التواصل في مساره العلمي. تفاصيل في هذه التصريحات. للمنهج التعليمي في اللغه بالنسبه للغات الاجنبيه في الجزائر مازال قديم شويه، دونك لينغوا كورنر جابت جديد، جابت احدث تكنولوجيات اللي نقدر ننتجريوها في اي مكان. يعني بالنسبه لنا لتعلم لغه اجنبيه ما نحتاجوش بالضروره قسم، يقدر يكون في حديقه، يقدر يكون في مقهى، يقدر يكون في مطعم. المهم انه الجميع يحس روحه اليس باش يتعلم. في لينغوا كورنر نستعملوا دي ميثود، اون ميثود انتراكتيف كي بازي سور لا كوميونيكاسيون. دونك نون سولمون لابرونون تاعنا يتعلم لا لونغ bien sûr de son choix, mais aussi les informations qui en suivent. Par exemple, chaque hangout à Lingua Corner, parce qu'on se moque des hangouts, like you know, a lot like Google Hangouts. يتواصلوا مع بعضهم ويعلموا بعضهم واش يعرفوا. معناتها يقدر يكون ان ميتان افيك ان انجينيور، يقدر يكون ان جورناليست افيك ان افوكا. معناتها نون سولمون il apprend la langue elle-même mais aussi les informations اللي يكونوا معاه. We're going to include a new method which is a student-centered method. The focus is on the learner. And the learner will have the chance to choose the topics, to choose the activities, to choose the learning styles, the learning strategies. So we will give more attention to the learner rather than the teacher. Okay? And the learning can be everywhere.